هناك وسائل تعين الإنسان على الثبات على التوبة. لأنك أنت فرضا سمعت هذه الخطبة الآن وأردت أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم تقم بهذه الوسائل ربما يجرك الآخرون إلى ليه؟ إلى المعاصي مرة أخرى. لكن لابد أن تعلم أن أهم الوسائل التي تعين على التوبة هي هجر البيئة السيئة. يعني إذا كان لك أصدقاء سوء أو أناس قمت معهم بارتكاب معصية من المعاصي فلابد وأن تهجر هذه الإيه؟ البيئة. هل معنى ذلك أنك أنت بتتخلى عنهم؟ أيوة نعم تتخلى عنهم، إيه المشكلة يعني؟ طالما أنهم يعينوك على معصية الله سبحانه وتعالى. إن أصلا من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق للإيه؟ مغاليق للخير. فالإنسان سبحان الله مأمور أنه يحصن نفسه ويبعد نفسه عن مواطن الإيه؟ عن مواطن الفتن. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. والله سبحانه وتعالى حينما يحدثنا عن توبة عن بعض من الناس ظلموا أنفسهم كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني الإنسان لا يتعذر بالبيئة، فألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا أيضا واضح في حديث الرجل اللي قتل 99 نفس. يعني طبعا أنا لو أريد أن أحكي القصة كاملة، بل المهم الشاهد فيها أنه لما ذهب إلى العالم قال له: من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن شوف العالم بفطنته والذكاء الذي من الله عز وجل به عليه، قال له: اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يعني ده بعد ما قتل 100 نفس ومنهم واحد من العباد، العبد اللي قال له ليست لك توبة فقتله فكمل بهم. إنما لما راح للعالم قال له: مشكلتك إنك أنت تريد أن تتوب، لكن لو بقيت في نفس البيئة هتظل في موضوع المعصية، ولكن اذهب إلى أناس تعبد الله معهم، أحط نفسك ببيئة إيمانية. وذلك دائما الإنسان ينصح المؤمن حينما يتوب يحيط نفسه بالبيئة الإيمانية في المسجد، يجي المسجد يصلي صلاة الجماعة، يصلي صلاة العشاء، يصلي يبعد نفسه عن أصدقاء السوء. فلما يحيط نفسه بالبيئة الإيمانية فإن هذا الأمر يعينه على الايه؟ على الثبات على طاعة الله سبحانه وتعالى.